في هذه الجلسة الافتتاحية الرائعة التي تبرز وجه المغرب الحقيقي، حقيقة إني مدين للنقابة بجعلها أن تقوم بتكريمي في جلسة افتتاح مؤتمرها التاسع. إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وسعت دائرة مصداقيتها على مستوى العالم العربي في عملها واستقلاليتها وتمكنها من قاعدة واسعة للصحفيين المغاربة الذي توسعت دائرتهم خلال السنوات الماضية والذين مطروح عليهم اليوم التطور وأثرت في وجداني لما شعرت به من حقيقة تصرفي رجال الإعلام المغاربة واعترافهم بالجميل وكذلك عذري في هذه الأمسية أنني أحب هذا الرجل أحبه لأنني عصرته وجاينته واشتغلت معه في مواقع مختلفة واشتغلت معه وأنا القادم من هيئة سياسية خاصمها طويلا ولكن اليوم أود أن أقر سي محمد أنني تعلمت على يديك الكثير صح الأستاذ محمد يزغي إذا كان معروف بعمله السياسي وبكونه قسم الحياة السياسية المغربية بين نضالاته ومواقفه من أجل تبطيد الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.